المرة الماضية شرحنا شو هو الفيرس أندرولوجي اللي كنا في المنطق الصوري، شرحنا دعنا ريفيو لهلا بس هيك ريفيو سريعا على الديفينيشنز اللي مقرناهم مش المرة بس قراءة الديفينيشنز. كلنا شو هو البريديكيت؟ هو البريديكيت is a sentence that contains a finite number of variables. وكنا في بيطلع يونري بريديكيت، باينري بريديكيت، ترنري بريديكيت، كينري بريديكيت، مظبوط؟ وعطينا امثله، كنا مثلا بيرسون اكس هاي بريديكيت صح؟ كونتري واي هاي برضه بريديكيت صح؟ وكنا مثلا حتى ممكن نحط بيرسون علي، شو هون صارت علي؟ مش فاريبل كونستانت مظبوط؟ او كونتري باليستان. وكنا كمان ممكن نحط مثلا انرول ان خدنا المره الماضيه انه مثلا نقول علي في موجود في انرول في ديسكريت ماب صح؟ هذا بنسميه ايش؟ باينري بريديكت صح؟ هذول يونري مظبوط؟ هذول باينري. ممكن اعمل ترنري، اعمل برضو انرول ان بحط علي ها في مسجل في الديسكريت وسنة 2014 مظبوط؟ هاي بنسميها ترنري مظبوط؟ وممكن اعمل ان اري بنسميها ان اري ان اري بريديكيت فاحط مثلا انرول ان مثلا احط على ديسكريت ماث 2014 جاب 99 وكان كما ترتيبه 10 كما الى اخره. فهاي البريديكيتس كنا it contains a finite number of variables and becomes a statement. شو يعني becomes a statement؟ لانه انا شو هاي شو هاي لو بدك تقراها انا بقرا لها شو قرات هاي هاي از بيرسون هاي كانتري واي كانتري واي لسه بس واي هنا بقى هاي بنقول هيك بنقرا دائما اذا في عندنا باينري خليني اعطيكم قراءه باينري اذا في عندنا اكس واي كيف نقراها؟ اكس بي واي علي نرول ان سكريت ماتمتكس صح؟ طيب وممكن اقرا هاي على فكره يعني هاي جمله هاي جمله وهاي جمله ممكن اقرا هاي اقول ان علي نرول ان سكريت ماتمتكس ان يير 2014 وهنا مجرد فانا بعملها قراءه ملاحظين يعني إذا تذكروا إنه قلت لكم إنه الديسكريت ماثماتكس بشوف الدنيا يعني إحنا بنشوف الدنيا الديسكريت ماثماتكس كبريديكتس مش كبروبوزيشنز زي المنطق البروبوزيشنال لوجيك فإحنا بنشوف الدنيا كإيش؟ كبريديكتس وهي هي البريديكتس إنه ستيتمنت بحولها لبريديكتس أو البريديكتس بشوفها زي ستيتمنت وذ when specific values are substituted for the values. طبعا يعني بقدر هي وين بصير statement لما بعمل substitution شو يعني substitution؟ بعوض مطرح ال variable بعوض constant. هلا الدومين كل واحدة من هدول مالها؟ إلها دومين مظبوط؟ شو الدومين تبع هاي؟ خلينا نقول هاي بيرسون هاي كورس هاي بيرسون كورس هير فإلها دومين لاحظين في حدا عنده اي سؤال سريع بس انا حطيت اخر في اخر جمله قبل الديسكريت ماث ان صح حطيت ان ديسكريت ماث بعدين حطيت ان 2014 صح؟ طيب الان اللي قبل 2014 لا ما لا لا هلا سهل اقرا لعند الباينري بعد الباينري بدك انت
من عندي مسار خشاب. من عندك تقرا، يعني ما في طريقه ميكانيكيه او هيك اوتوماتيكلي اللي يعني طريقه اليه اللي بقول لك اقرا بالطريقه الفلانيه. بس هون هون بتزبط هاي الطريقه الاليه. ليه سؤالك كثير منيح. طيب فهي كانت مراجعة سريعة لإيش؟ لبريدين. هلا أعطينا التروث تاعت بريديكيت، كل التروث تاعت بريديكيت هي جملة مظبوط؟ كل البريديكيت ممكن نشوفه كجملة ها؟ هلا التروث تبعته مالها؟ كيف بقيم التروث تبعت بريديكيت؟ لما بقول علي إذا بيرسون بين قوسين علي بدي اروح اشوف في الواقع هل فعلا علي إذا بيرسون او لا في الواقع. هل اذا كان علي اذا كان بيرسون اكس ها فاذا كان عندي مثلا لاحظين هاي اذا كان عندي بيرسون اكس فالتروث تبعتها هي مجموعه العناصر اللي تنتمي للدومين دي اللي بتخلي هذول الناس بس. فأنمي مجموعة العناصر هذول يعني مجموعة العناصر اللي في الدومين في وين الدومين؟ مثلا إذا بنحكي عن جامعة كبير زيد معناته بنحكي على أي بيرس في جامعة كبير زيد حسب شو نقصد. فالدومين تبعنا مجموعة العناصر مجموعة يعني عشان أنا بقدر أركز مجموعة لأن هاي حطيتها عشان ملاحظين the set of all objects اللي بقدر احطها هون اللي بقدر احطها هون شو يعني؟ اللي تنتمي ل B the best بعدين هاي هي التروث تبع البريدكت. هلا مراجعة كمان سريعة على اليونيفرسال كوانتيفاير، أخذنا إنه الفور أول مظبوط؟ فإذا كان عندي Q of X is a predicate and D is the domain of X ترى أنا بذكر أنا تدريسي أهم شيء عندي كرايت ديفينيشنز لاحظين حرف حرف فلازم أنتم تتعودوا مش توقف الفكرة العامة لما تطلع الديفينيشن فأنا كل مرة حتلقوني إيش؟ بدكك التفاصيل الصغيرة في الفيش معنيها؟ فليت كيو اكس بي بريديكت يعني خلي هاي بريديكت وعندنا دي از ذا دومين اوف اكس ها هلا اي يونيفرسال ستيتمنت كنا يونيفرسال شو معناها بالعربي؟ يونيفرسال ستيتمنت يونيفرسال ستيتمنت القضايا الكلية ها الكلية is a statement of the form of the form in هذا الشكل هذا شو الشكل؟ for all x تنتمي ل g such that q of x هيك is defined to be true وين هاي الجملة بتكون true؟ وين ده؟ if and only if شو يعني if and only if؟ شو يعني؟ يعني 100% بتكون يعني ايش 100% يعني؟ لما تتحقق هاي بتتحقق، ولما تتحقق هاي بتتحقق، انه كيو كيو اكس از ترو فور افري اكس ان ذا دومين. افري اكس ان ذا دومين. يعني لما بقول فور اول بي تنتمي لفلسطين. هاي ترو اذا كل بي فلسطين. هلا لحظة، لا انا لسه ما قلتش شيء. أنا ما قلت شيء. أنا شو قلت؟ أنا لسه بتحكي عن الأشخاص الفلسطينيين، بس حكيت عنهم؟ نعم، على فكرة هاي الجملة الحقيقية هاي بس كوانتيفيكيشن لها هذا الجزء. بس هي الجملة الحقيقية الشيء المهم هاي. صح؟ فبقول كل الأشخاص ف is it true for every x in the domain؟ every x هون عندنا نستعمل b يعني every b يعني معنى اخر هاي متغير يعني كل واحد يطلق عليه فلسطين
عملت هيك عملت التعميم كل ما عاد يطلق عليه فلسطين. ها؟ فإت إز ديفاين تو بي فولس إف أند أونلي إف إز فولس فور أت ليست ون إكس. هلا إيش يعني؟ يعني هلا أنا كل فلسطيني بحب الزهر صح؟ كل فلسطيني بحب الزهر. في واحد بحب الزعتر؟ إذا بينا واحد في واحد ما بحبش الزعتر؟ ها؟ في واحد معناته جملتي ايش؟ مش ترى صح يعني من ناحيه التروث تبعتها غلط مش انه اشكبها غلط يعني لا التروث تبعتها غلط لحظيا هلا هاي انا مثال شو رايكم بهاي؟ شو رايكم بهاي؟ صحيحة كل عدد صحيح صحيح اه مش صحيح الله يعني ريشنال نمبر ممكن نص نص مش كل عدد تربيعه اكبر من نفسه مش انا بعطي المثال النص فتربيع النص ربع وبالتالي هاي الجمله صحتها خاطئه حسب شو ار شو يعني ار نمبر طيب لو عندي هاي الدومين والسريال نمبر استاذ مش سريال نمبر مش فيها قصور يعني فيش قصور فيها قصور فيها ريال نمبر فيها ريال نمبر فيها قصور هلا لو عندي هاي دي دي هاي الدومين حتى الكمية وقول كل عنصر في الدومين تربيعه اكبر من نفسه صحيحة؟ شفتوا كيف طلعوا هلا على التروث تبعت يونيفرسال ستيتمنت مظبوط؟ في حدا عنده اي سؤال؟ في حدا عنده اي سؤال؟ تمام هلا سهل جدا نحكي عن ايش؟ The extension اللي كنت بدي شرحنا المرة الماضية بس بعمل مراجعة سريعة هاي نسميها القضايا الجزئية. هلا إذا كانت كيو إذا بريدكيت ودي دومين The extensional quantification نقول there exist هاي خلينا نقول بس عندي هاي الجملة there exists x belongs to D such that Q of x هيك ولا there exists على فكرة القراءة بنعلمكم اياها بعد شوي بعلمكم اياها بس القراءة ما فيش ستاندرد للقراءة بقول مثلا there is at least one ممكن اقرا there is at least one x تنتمي الى D او some x such that او some x حسب ما بدي Q of x هلا هاي شو هاي شو معناها؟ It is defined to be true if and only if Q of X is true for at least one X in D. لازم يكون عنصر واحد على الأقل مظبوط. يعني ممنوع ما يكونش ولا عنصر. بس عنصر واحد على الأقل. هلا ففي عندي هاي إيه؟ شو بتقول هان؟ في على الأقل واحد فلسطيني بحب الزعتر، صحيح؟ صحيح. صحيح. هاي زد اللي هي زد بلس الاعدام صحيحة يعني صحيحة الموجب فكل او ايه في كيف نقراها في عدد صحيح موجب تربيعه اكبر من نفسه يساوي نفسه اللي هو واحد اللي هي هاي بتطلع على فكره عشان تنفي لو بدك انت تنفي هاي سوري اللي قبلها اليونيفرس لو بدك تنفيها كيف او مش تنفيها سوري مش تنفيها تورجي لنا خطا جيب مثال واحد هاي اذا بدك تصححها بتجيب ايش؟ بتجيب بس حاله واحده هاي في
من هذول الأعداء في عدد واحد على أكثر من هذول الأعداء تربيعه أكبر من مظبوط؟ هاي كنت معك خلاص. أي سؤال؟ أي سؤال؟ خلينا نقول بدنا نفسر هاي بدنا نفسر هذا يلا شو هاي؟ اكتب ولا اقرا؟ فيش تعال شو هاي؟ خلينا لا اسمع خلينا مربع شو هاي؟ اقرا لي اياها بالعامي بلغتك العامية شو معناها؟ يوجد لكل اكس تنتمي الى ار اكس تربيع اكبر قرأت وفهمتوا منه شيء؟ أنا بدي قراءة اللي تحكيها لواحد بالصف الخامس يفهم عليك بالصف الخامس كل عدد موجود في الريال نمبرز تربيعه أكبر من صفر مربع كل عدد حقيقي أكبر من صفر أنو أعجبكم أكثر شيء؟ تربيع كل نقيض أنو أعجبكم بالقراءة هاي؟ آخر شيء آخر شيء؟ تربيع كل رقم تربيع كل رقم إيش قلت؟ أكبر من صفر أنا كل عدد الحقيقي تربيع تربيع العدد الحقيقي أكبر من صفر لا ما أكبر من صفر هلا هلا طلع إذا جبت في امتحان مثلا وروحك أنت صرت تحكي لي حكي سطرين أحطك صح ولا غلط؟ سطرين وبصراحة أنت مش مفهومة أحطك صح ولا غلط؟ ها؟ نص؟ لا حط غلط طب الصف مش مشكلة بوزن اكثر على ميزان فاللي بدي اقول لكم اياه انه اوعى تصير تقرا فيها حرفيا 90% من الطلاب ببلش فضول انت جالس بعدين بستعمل الاخرى متغير كمان تربيعه اكبر من اكثر مثلا من كذا ف ما منو لما بقول لك verbalize شو يعني verbalize؟ verbalize verbal verbal منطقية يعني قلنا كل لكل x ينتمي لـ r x تربيع أكبر من صفر كيف؟ إذا قلت لكل x ينتمي لـ r x تربيع لا هاي اللي اسمعها واحد فكك بروفيسور رياضيات هو بده ايش؟ بده المعلومة احنا هون ندرب نبسط المسائل بلغة فلما أقول فيربالايز يعني اكتبها بلغة طبيعية فهاي كنا تربيع العدد الحقيقي دائما أكبر من صفر أكبر أو يساوي أكبر أو يساوي هاي ما في عدد في الريال نمبر تربيعه يساوي صفر ما في عدد الريال نمبر تربيعه يساوي صفر كل عدد في الريال كل عدد من عدد حقيقي تربيعه لا يساوي صفر كل عدد من اعداد حقيقيه تربيعه لا يساوي صفر لا يوجد عدد في الريال نمبر او this way of real number not equal minus one the square of any real number هاي يوجد يعني في العرب نكره العرب والانجليزي بالعاميه اول شيء بالعاميه باللغه العاميه الفلسطينيه شيء يعني على الاقل في عدد من الاعداد الموجبه تربيع اوف خد كم شيء لا خلص بدي شيء ابسط في عدد ما صحيح موجب تربيعه اكبر من نفسه يعني غلط لو كان هيك او ايه اسمعي يعني غلط اوكي اسمحي لي اقول لك بصراحه هذا بسميه بسيط مش فاهم لانه بسيط فبالتالي يعني من هو الخطا بينين وانا اصلا مش هيك مش عم بحكي مش عم بحكي انا هسه بدرب بيكم معلش انا هسه بدرب بيكم بس الطالب اللي يصير يقرا لي ليه this is number belongs to كذا بصراحة عارف شو يعني؟ يعني بقدر أنا أعمل لك جملة بدون ما صح؟ صح؟ هلا بهاي الحالة كيف إحنا بدنا نعرف إنه أنت عن جد فاهمي ولا باص من النمط؟
كل عام؟ لا بس مضيف صف 10 اه عارفين هون في شيء بس فبدنا نقول في رقم صحيح موجب تربيعه طويل بس برضه طويل هون شو مهم؟ وين انا قاعد هذا اجتهاد انا بعدين بصير يعني انه انبسط ولا ما انبسط بالانجليزي there is a صعب اوكي خلينا نقول بدي اعطيكم كيف ال لانه في المهم هذا مشكله الانجليزي بقول مثلا there is a positive real number integer number there is a at least there is a positive positive integer then it's square equal it's that number then that number هلا بتعطيكم اياها تعرفوا شو انا كيف عرفت انها هاي دير اكزيست من هاي شو معناها لما بقول دير از استو شو يعني دير از استو هلا فيش داعي اقول صام حسب الجمله مش دائما بزبط مش دائما الجمله بتطلع معها صح او لازم لو لازم استعمل دير اكزيست لا على فكره ما لو انها فضول افترضوا جدلا لو انها فضول بكفي اقول اني وزيد الانتجر اني وزيد الانتجر فانا معني بايش؟ هلا الان والان بيشيروا بالانجليزي ل واحد هلا فانت يعني لما اقول لك اكتب الشيء بالانجليزي انت حر اوعى انك تستعمل دير اكزيست او صم بس مرات بيسطوش في الجملة، مرات يعني بيطلعوا أقلي على الأخر. واضح؟ فهان أي عدد there exists أو سوري يعني يعني كل عدد حقيقي أكبر من اثنين تربيعه أكبر من أربعة كل عدد حقيقي أكبر من اثنين تربيعه أكبر من أربعة. دي. four. لا جاء أو greater than this than two it's square is greater than انتبهوا معا هلا على فكرة إتس أهم إشي هون كل هون إتس وهون استعمل الذات صح؟ ليش؟ لأنه لازم أبين عن مين بحكي عن أنه رقم بحكي لاحظين؟ مرات بقول في غموض الجملة فلازم أبين عن أنه رقم بحكي يعني لما بقول ذات نعم هو there is a positive integer that its square equals that number. يعني equals أنو هو؟ الرقم لأن مرات بك في عندي أكثر متغير فلازم أبكى إذا في عندي أكثر متغير أحدد أبكى بينهم أكون دقيق دكتور في عندي أي عندكم أي سؤال ثاني؟ أنصحك
هلا لو كان عندي اكثر من تراي ممكن احكي مثلا فراي ريل نمبر اكس وبعدين احط واي. لا لا اذا بتستعمل اكس واي الجمل هاي لما بقول لك فيها فرايز معناها غلط. ممنوع منعا باتا هذا صفر. طيب لا اكثر من تراي كيف بدي احدد هو واحد بالصف؟ بدك تبدع بالانجليزي. طب بالعربي مرات بقيت اكبر بالعربي مرات. لا مرات بالكويزات بقول لكم بدك تكتب بالعربي وبالانجليزي حتدربك على اثنين. لا هي بالاخر يعني سكيل بالاخر سهله يعني بعد مره مرتين ثلاثه بتطلع سهله. طيب خلينا نوقف نشوف اشياء ثانيه. ها كيف بدنا نسوي هذول؟ All triangles have three sides. على فكرة اللي بدي أنا أكتبهم هلا مثل أنا قلت لكم في المحاضرة الماضية إنه أنا عادة بكتب بطريقة مور فورمال. مور فورمال يعني فهمت علي؟ الكتاب مش 100% فورمال. آخر سيكشن بقول لكم أوه طريقة الفورمال هيك من هسه وطالب استعملوها. فأنا من أول بعثت لكم على طيب أول أنا ما بدي هلا يكون هذول بعضهم من أو معظمهم من اللي بتعرف يعني حاول تكتبوه تكتبوا اللي أنا بكتبه. All triangles have three sides. كيف أسويها؟ All هلا شو أول شيء جملة؟ تعميم ولا جزء؟ تعميم كلية معناته for all t تنتمي إلى تريانجل تي هاف يعني بمعنى آخر كل تريانجل ماله؟ أها هلا شو هو اللي بدي أكتبه؟ على فكرة أهم جزء بهاي المحاضرة وأصعب جزء اللي بدي أقوله هلا فاهم؟ هاي اللي بدي أقوله انتبه فن اللي بدي أقوله هذا شيء إلى حد ما فن فن سكيل مهارة كيف أشوف جملة وأعملها بريديكت كيف أشوف جملة وين بريديكت وين الصفة ريسايد بالصفة فأنا الصفة هون كل هان الفن هون الشطارة فثري بدي اسميها سايد سايد تي لازم نكتب ثري سايد هلا على فكره انت مجبور بتكون 100% حرفيا قصدي حرفيا انت بعته اللي بعطيك اياها مش اكزاكت اهم شيء تكون قد ايه معنى صحيح واضح؟ استاذ ايش هي ثري سايد تي؟ ثري سايد يعني شو عندك ثري سايد يعني انا اوقع الجمله عشان ثلاثه اطوار هاي ها يلا شي هذه اوقع الجمله شي هذه يلا خلي تي از ثري سايد صح ايش تي يعني تي متغير انا من لسه ما قلت لك انه دومين تي از ثري سايد صح تي از ثري سايد طيب هاي تي تنتمي الى هلا تي از تريال شو قلت انا هنا تي از ثري ثري سايد يعني مو ثلاث يعني ثلاثي الاوجه هلا كل هون هون كل متغير كل تريانجل يعني اي تريانجل هو ثري سايد ها نو دوكس هاف وين اقواس مجموعه نو كومبليتلي رونج هاي معلمكم هاي اقواس المجموعه عشان اقول لك شو مهم مجموعه الاوبجكتس اللي بتحقق هاي الجمله حطيتها هيك انا هذه يعني احنا هون بنحكي عن شيء ثاني ولا شيء طبعا هذيك مجموعه حبيت كم مجموعه عندي طبعا
اه بس احنا شوف كل جمله الجمله تحت الصلاه كل خطا مش مجموعه من هيك ها ها شيء اول شيء نو دوز هاف وينز هاي كليه ولا جزئيه يعني بنحكي عن جزء كليه اوكي فور هلا وين ال اول شيء انا نودو معناته انا بحكي عن فبقول مثلا دي تنتمي ل دو هلا وين بدي اجي؟ ها؟ حط وينز؟ لا 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 هيك حط؟ لا لا عارفين شو لو حط هاي هيك؟ انا بقول شو صار معناها؟ انه كل كلب هو جناح صح؟ احنا بنحكي مش بنحكي على نقول هاف بس مش ضروري حسب شو معناها لا ضروري جدا بس حسب شو تعريف الصورة هاف وينز لحظة شوي لحظة شفتوني عم حكيت انا هان صح؟ هاف وينز هلا هان دي شو معناها؟ كل الكلب له اجنحة له اجنحة عم ما له شو اجنحة؟ مش معناها شو يعني؟ بيت نط يعني بيت نط بس تكون هيك لا لا هم قبل هيك ما في ناس طبعا بتنتبه هيك وفي ناس بتنتبه هيك فكل كان نطها اذا بدك تقرايها قراءه يعني اليه نطها وينز فانا بسالك هو يعني في قراءه معناها شو معناها هاي شيء هي؟ انه كل هو هون لحالها كل دي ما له اجنحه صح؟ ها لمكير دي للضوء يعني ضوء يعني فيش ضوء له اجنحه طيب some programs are structured some programs تقول هلا في مع بعض البرامج structured هاي سيدي كيف اسويها؟ هي هاي قضية جزئية فبقول بعض بي مثلا تنتمي لايش؟ لبروجرام such that structure يعني في بروجرام على الاقل structure ها؟ if a real number is an integer then it is a rational number. كيف؟ لازم نعمل عصير لا سؤال هل ضروري نعمل بريديكيت؟ احنا هون بنوه موقع شو بنوه بنوه لوجيك مش بريد؟ بريديكيت ما نقدرش نكتب الفاهم جملة عليك كيف؟ يعني قصدك تقولي هاي ذن هاي B then Q هاي صار proposition فأنا لازم أقول لي formalize the following statement in first order logic يعني إذا بدي أعملها propositions بعمل هاي بس مش دائما مزبوط معي بس هاي خطأ كلامك مزبوط بطل بس أنا مش بحكيش بدي ال propositional logic أنا بدي first order فهاي real number كل اكس هلا في عندي كيف اكتبها مثلا بقول زد اكس then كيو ار ريشنال مش شو بقول كيو كيو ار كيو ار كيو اكس صح؟ طيب هل فيها كوانتيفيكيشن هاي؟ انتبهوا انتبهوا هلا الجمل الفيرست اوردر لوجيك ما عم ركزين معاه شو بقول؟ ركزين معاه شو بقول؟ لما تشوفوا
بتجيب الفيرست اوردر لوجيك عمليا لازم تبقى لها كوانتيفيكيشن. يعني هل هون كل ولا بعض؟ كل 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 ولا بعض؟ كل 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 شو رد هذا؟ كل ليش؟ ما تطلعش حرفيا شو بتقول؟ انت شو فهمت من كل كل عدد كل كل عدد صحيح مظبوط؟ على فكرة هون ما حطيتش ممكن ما حطيتش تنتمي بس ممكن فور اول اكس تنتمي الى نمبر مظبوط؟ إذا نمبر إذا كان سكس ده إذا هذا الرقم انتجر معناته هذا الرقم برضه ريشيو. طيب all bytes have 8 bits اللي بدي كان عندي شو هو؟ وين الشطارة؟ مظبوط. ايه؟ بيتس. كل اكس هلا اول باي اذا كان اكس باي اول بايتس هاف 8 بيتس. كل اكس كل اكس هلا هاي بسويها بطل اسويها بشغلتين بطل احطها وين خلينا نقول هاي فور اول اكس تنتمي الى بار such that x is 8 bit مظبوط؟ مظبوط بقدر انا اوكي يعني بقدر احط ما احطش تندمي كل x مش f بقدر احط f وبقدر ما احطش بقدر احط f وبقدر احط f لسبب كل x فبقول 9 x if x is 5 then it is 8 bit على ذكر مظبوط؟ هلا خلينا نفحص بقدر بدي اسال سؤال بقدر احط بينهم ام ايه برافو نفس المعنى ايش هاي؟ اقرا لي هاي هل هاي اللي هي هاي؟ شو قلت انا هون؟ كل باي ام تصبر 8 bit ايه سوري كل او اي شيء باي ام ادبر هل هذا مقصود؟ لا 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 مقصود اتوقع اذا اعطتنا نفس المعنى بس ما استفدناش شيء اللي هي ال اف ذن يعني اذا اكس از باي ذن ذس ادبر نو فري تراكس ار جري نو فاير تراكس ار جري يا كيف؟ أولا لما تقول إنه طلع لي هدول إنه فاير تراكس آر جرين ففي عندي شيء شو اللي بدك جرين جرين كمان مرة بذكركم عشان تنزيل الفيديو الشطارة في إنك تنتج لبريدكتس مش طبعا لا برضه الفوكول بس الاغلاط او الفن والصعوبه اللي تواجهوها انك انت شو هو البريدكت مرات بكون الكيش واضح فانت بدك تتشاطر وتعمل ففي عندنا جرين اكس طيب وفي عندنا فاير طلب لكل فور اول فور اول اكس تنتمي الى فاير تراك such that not green اكس كل فاير تراك not green او في شيء بيمنع اني اقول ها اعمل ها اذا اكس از فاير تراك then it's not green غلط غلط هاي وعلى فكره بهاي الحاله تحديدا يعني هاي الحالات اللي بقولها مش معناته دائما حسب الجمله
مش دائما انه بقدر اشكر اللي تنتمي و ها هذول الحالات مش دائما انه يعني تاخذها هاي دائما استاذ كلمه هيك لا حسب الجمله اللي انت فيها عبيد لو الجملة هاي بزبط أعملها جملة هاي واللي فوق واللي فوق بس هاي حلقة ما بديش خلي بشكل بقول عشان تفكر انه هذا دائما نمر ممكن نقول ها غالبا بس مش دائما في حدا عنده اي سؤال؟ ليش ما حطيتش افري اكس تنتمي ليش ما حطيتش تنتمي؟ امبارح حطيت ورديت بحيط وانا اشرح لان انا بخرب اشياء يعني هاي الفتره من الفترات كانت هيك هيك قصدك صح؟ طيب سويت بس جزء من الفتره طيب خليني بس شويه إذا في عندي لاحظ الفرق بين هاي الجملة وهاي الجملة. شي هاي كل فلسطيني فلسطيني لايت زعتر صح؟ طيب شو يعني شو سويت أنا؟ حذفت هاي وعملت هاي يعني عملت هاي عملت ستج ذات هون وحطيت هون X M زي B هاي دائما أي لما تشوف التنتمي تقدر تحطها M صح؟ مليح؟ وفي حالة في حالة there exists برضه there exists لما أقول في فلسطين سوري there exists A Palestinian who likes Zab. Oh, there exists something which is a Palestinian and likes Zab. Yeah. كمان مرة. هلا شو بي؟ كيش هي الدومين؟ بدل ما هاي الدومين معناته there is something تكرهها بتقدر تقول There is something. There is. Palestinian and like Zara. Huh? Hey, there is a Palestinian who likes Zara. Hey, there is something of someone. Well, something. We don't know. Maybe kursi, laptop, projector, شخص, سيارة نعرفش. There is something. بعدين بعمل بعدين تيجي جملة شو هي الجملة؟ الدومين تايب نو 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 ما حطيتش الجملة there is something that is a Palestinian and like that فصحت هاي وصحت هاي نسيت وهاي نفس الشيء وهاي for all هاي بتكتبني عن طريق احسن هاي اللي بتعمل شو جملة for all x square x تنتمي الى سكوير صح؟ مظبوط؟ صح ذا؟ ريكتانجل